اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج انا وطفلي. موضوع النهارده هنتكلم فيه عن اللسان المربوط وعلاقته بتاخر الكلام. الامهات اللي عندها اطفال بتكتشف ان ابنها عنده ربط في اللسان وكمان بيكون عنده مشكله تاخر الكلام، فبتقول ان ابني متاخر في الكلام عشان عنده مشكله ربط في اللسان. وطبعا ربط اللسان ملوش علاقه خالص بتاخر الكلام، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. ايه هو ربط اللسان؟ ربط اللسان ده بيتولد بيه الطفل اصلا من لحظه الميلاد. بنكتشف ان الطفل عنده ان المسافه الواصله بين اللسان والحد الفك السفلي بتكون مسافه قصيره جدا، فبالتالي بتعمل مشاكل للطفل. لو الطفل لسه مولود بنلاقي ان عنده مشاكل في الرضاعه، ما بيكونش عارف يرضع بالشكل السليم. ربط لسان بيأثر على الحاجات دي بس في فتره الرضاعه، يعني هي دي حاجات بس اللي بتأثر فيها. ربط اللسان ده ليه انواع، ممكن يكون الربط ده حاجه بسيطه جدا، ممكن يكون الربط ده ربط شديد. ربط اللسان سهل جدا 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 علاجه بعد ما الطفل بيخرج من اوضه العمليات مباشره او بعد الولاده مباشره. ممكن طبيب جراح يعمل مهمه ان هو يفك ربط اللسان الموجود عند الطفل، وبالتالي لما الطفل يكبر شويه هيبقى الموضوع عادي. في امهات كتير مش بتكتشف ربط اللسان غير لما الطفل يكمل 3 سنين او اكتر من كده. بتكتشفوا امتى؟ ان هي بيكون ابنها عنده تاخر في الكلام، وبعد ما تلاقي ان الولد عنده تاخر في الكلام فبتعرضه على اخصائي مثلا تخاطب، فبيكتشف ان الولد عنده ربط في اللسان، فبتفكر ان ربط اللسان هو السبب في حدوث التاخر. ربط اللسان ما بيأثرش غير على حاجه واحده بس في التخاطب معانا، بيأثر على نطق حرف اللام والراء. لو احنا جينا نطقنا بقيه الاصوات هنلاقي في اصوات كتيره جدا، عايزه اقول ا ب ت، اي صوت من الاصوات بتاعتنا بنلاقي ان احنا مش بنستخدم بيها اللسان بشكل مبالغ فيه غير في نطق صوت اللام والراء، هو اللي بيحتاج ان انا ارفع لساني فيهم بشكل سليم. يبقى كده الطفل اللي عنده ربط لسان ما بيعملوش تاخر في الكلام خالص، هو بس بيعمله لدغه في اللام والراء مش اكتر من كده. لكن الطفل اللي عنده تاخر في الكلام هو عنده اسباب تانية بتؤدي الى حدوث التاخر، فلازم الام تعرف ايه هو السبب الرئيسي لحدوث تاخر الكلام عند اطفالها. موضوع علاج اللسان المربوط حتى لو الطفل عنده أكتر من سنتين أو أكتر من 3 سنين، موضوع علاجه بسيط جدا جدا جدا، عبارة عن عملية جراحية ما بتاخدش أكتر من 5 دقايق في أوضة العمليات. هي الفكرة أنه ممكن يدي للطفل بس بنج كلي عشان خاطر يعمله أو يفكروا الربط ده، وبعد كده بعد أسبوع الطفل بيكون كويس جدا وبيقدر يستخدم لسانه مع تمارين بسيطة جدا، هيستخدم لسانه بشكل سليم. ايه هي التمارين اللي اقدر اعملها لابني بعد ما بعمل له ربط في اللسان عشان بعد كده يبقى ما عندوش مشاكل في نطق حرف اللام والراء؟ ان انا بخلي الطفل يرفع لسانه لفوق عند شفايفه من فوق. ممكن كمان عشان اساعده في ده ان انا بخليه يحط عسل او مربى او شوكولات، اي حاجه بيحبها، واخليه قدام مرايه يستخدم لسانه بشكل مبالغ فيه بشكل مده طويله. وبكده انا اكون حليت مشكله ربط اللسان عند الطفل بحاجه بسيطه جدا في البيت من غير كمان ما استخدم جلسات. انتظروني في حلقات تانية كتير من برنامج أنا وطفلي مع صباح رمضان.